معي من نينوى لؤي أمين مراسل أخبار الآن. لؤي، ما جديد المعارك؟ مساء الخير ميسون. نعم، اليوم أيضا هناك كانت تحرك كبير للقطاعات الأمنية من المحاور عدة، حيث استطاع اللواء 73 من الفرقة 15 وأيضا اللواء 36 من الفرقة المدرعة 9 تحرير حي الهرمات الثانية وإدامة التماس مع حي 17 تموز و30 تموز والوصول إلى حي الاقتصاديين، حيث جهاز مكافحة الإرهاب يخوض معارك شرسة في حرب شوارع ووصلت إلى مواقع متقدمة إلى شارع 60 الذي يفصل الأحياء الجديدة عن الأحياء القديمة. وأيضا في المحور الآخر، محور الشرطة الاتحادية، اليوم تقدمت في المدينة القديمة وحررت مستشفى النور الأهلي ووصلت إلى مسافات بعيدة جدا، حيث انهيار عصابات داعش في تلك المناطق بات ملحوظا وواضحا. وبالنسبة لإجلاء العوائل، نعم هناك إجلاء على عدة محاور على محور الفرقة 16 من الجيش العراقي، حيث يتم إجلاء العوائل من حي 17 تموز ومن 30 تموز تمهيدا لاقتحام هذين الحيين، حيث رصدنا العديد من حالات الإصابة المباشرة الذي ضربهم داعش، استهدفهم سواء بسلاح القناص أو بالهاونات. ولكن عملية الإجلاء منذ يومين مستمرة لتحرير هذين الحيين. الحيين هذين هما أول الأحياء الذي تم احتلاله من قبل داعش في حزيران 2014 ويمثلون أهمية استراتيجية لتحرير ما تبقى من الموصل، حيث أكد القادة الأمنيين الميدانيين أن بداية شهر رمضان المبارك سيعلن. صحيح. الإصابات التي تحدثت عنها لؤي هي إصابات، نتحدث عن أعداد كبيرة، وما بدرجة الإصابات، إصابات العائلات أثناء النزوح من قبل داعش؟ نعم، يوم أمس وأول أمس كنت في المتقدم في مع الفرقة 16 على أطراف حي 17 تموز. الإصابات هي للنساء والأطفال على الغالب وعلى الأكثر. هناك إصابات بسلاح القناص مميتة، وهناك إصابات بقذائف الهاون. نعم هناك إصابات، ولكن كثرة الجبهات وكثرة المحاور لا نستطيع حصر الأعداد، ولكنها أيضا أعداد غير، يعني لا نستطيع الاستهانة بها، أعداد كبيرة، خاصة أن داعش أقفل أكثر الأبواب ووضع العبوات الناسفة، في حال خروج العائلة تنفجر العبوة بوجههم. وهؤلاء هم في منطقة سيطرة داعش ولا نستطيع الوصول إليهم ولا نعرف كم عددهم. شكرا لك على كل هذه التفاصيل لؤي أمين مراسل أخبار الآن من نينوى. نتابع في نفس الموضوع، نتحدث عسكريا، ما أهمية ما يحدث من بغداد؟ ينضم إلينا دكتور أحمد شريف الخبير العسكري والاستراتيجي. مساء الخير دكتور أحمد. انطلاقا من كل التطورات على الأرض التي ذكر مراسلنا، وما يحكى منذ أسبوع حقيقة بأنه لن تستغرق المعارك الأخيرة أكثر من أسبوعين، اليوم يعلن بأنه قبل رمضان، المعطيات على الأرض إلى أي درجة تقول بأنه هذا الموعد المحدد منطقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك انه الان وبالتحديد في هذه الساعات هناك نشاط، ونشاط كبير جدا للمحاور كافه. وهذا النشاط هو يصنف انه نشاط ايجابي في اتجاه حصول تقدم كبير جدا لقطاعات. ولكن ما نخشاه انه مع هذا التقدم الواضح والحراك والنشاط على المحاور كافه، والذي يتضمن نشاطا لكل التشكيلات، سواء كان الرد السريع، جهاز مكافحه الارهاب، الاتحاديه والقوات السامده، نعمل في ظل هذا الحراك والنشاط ان لا يكون ضغطا على المدنيين، لانه بالحقيقه وصلت العمليات ليس السقوف الزمنيه وحتى ليس حسم المعركه، وانما ان ننقذ اكبر عدد ممكن من المدنيين، لانه الرهان على السقوف الزمنيه العاليه كما قلنا يرفع من معاناتهم. ولكن ايضا الضغط والاندفاع السريع قد يؤدي بشكل او باخر الى حدوث حاله حياء للمدنيين ونشاط للمدنيين في ظل نار غير منضبطه. عمليات النزوح منضبط نيراننا. نعم، عمليات النزوح التي يساعد فيها طبعا الجيش العراقي، الى اي درجه هي من ضمن العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار وتحسب على اساسها الفتره الزمنيه؟
هو في الحقيقة في مسرح العمليات سنرصد بدقة الأسلوب الذي يستخدم التنظيم للحيلولة دون انفلات المدنيين من بين طبقته، لأن هو بشكل أو بآخر واعني به داعش يتخذ من المدنيين سلاحا في إدارة المعركة. لذلك هو صحيح ويضغط أكثر، يعني حتى ذكر مراسلنا بأنه تم استهداف العديد من النازحين خاصة من النساء والأطفال. قلت بأنه في نشاط على كل المحاور، اعذرني، عسكريا كيف يمكن يعني انطلاقا من اي مؤشرات ان تحدد او يحدد الوقت الذي تحسم فيه معركه، خاصه معركه كمعركه الموصل، مواجهه مع عدو شرس على الارض؟ نعم، هو بالحقيقه الان النشاط الذي بالحقيقه اليوم يعني كان واضح جدا في مسار العمليات يدلل على انه يعني الحسم قريب باذن الله. ولكن الان احنا عندنا نشاط كما قلنا، النشاط يتجه باتجاه محاور متعدده، وهذه المحاور المتعدده ادت الى تشتيت قدرات داعش بشكل كبير جدا، وجعلت اندفاع قطاعاتنا اكثر سرعه، فممكن ان تحدد ثقوب زمنيه، ولكن انا ما اعنيه بالحقيقه انه هذه الثقوب الزمنيه نامل ان لا تكون على حساب المدنيين، لانه ان حققنا انجاز واعطينا خسائر بالمدنيين فالانجاز سيكون بالحقيقه انجازا غير مكتملا. طيب، اخطر حيين لداعش طبعا في تركيز عليهما وتحضيرات واستعدادات لعزلهما، ماذا نتوقع؟ بالحقيقه الشفاء والزنجيلي. نعم، ماذا نتوقع في سير معارك هذين الحيين تحديدا؟ بالحقيقة الاشتباك سيكون أكثر تعقيدا، ولذلك هذه المناطق التي صنفت أنها ذات بعد حيوي للتنظيم كلف بها حصرا جهاز مكافحة الإرهاب، ولكن جهاز مكافحة الإرهاب لابد من أن يسيطر على قمم البنايات. وحتى لماذا التركيز على جهاز مكافحة الإرهاب بمعركة هذين الحيين؟ لماذا؟ يعني هل بسبب ما يحكى عن الخبرة والقدرة الواسعة لقوات مكافحة الإرهاب بالمعارك، معارك حرب الشوارع، وما الذي يجعل هذين الحيين أخطر حيين؟ هو بالحقيقة المهارات القتالية والقدرات التسليحية لدى جهاز مكافحة الإرهاب هي الأفضل في مسرح العمليات، وأمام وكذلك الجهد الساند، يعني التحالف الدولي يعطي للمحور الذي يقاتل فيه جهاز مكافحة الإرهاب يعطي دعما أعلى، ليس تمييزا لسائر القطاعات، ولكن دائما لأنه المهام الأكثر تعقيدا تعطى لجهاز مكافحة الإرهاب، وبالتالي يصب أكثر الدعم لجهاز مكافحة الإرهاب بوصفه يقاتل في مسرح العمليات الأكثر تعقيدا. ولذلك في تقديرنا سيتحقق إنجاز، ولكن هذا الإنجاز لو كان مدعوما بقوات قادرة على أن تسيطر على قمم البنايات لا استطعنا اسكات نيران القناصه التي تستهدف المدنيين، وحققنا تفوقا في الميدان اعلى بكثير يعطي انسيابيه اسرع للقطاعات المشاغله. نعم، التي تقاتل برا في ان تحقق الدفاع عن اسرع. شكرا جزيلا لك من بغداد دكتور احمد شريف، الخبير العسكري والاستراتيجي.